سكري بتقول ايه الاعراض وايه المشاكل وايه المضاعفات اللي بتحصل في القدم لبعض مرضى السكر. يعني نقدر لو اذا حبينا ان احنا نشرحها ببساطة هنقدر نقول انسداد مثلا في ال لا مش لازم اه يكون انسداد. اه طيب نقولها بطريقة تانية، اتفضل. اللي هيتكلم عن القلم السكري لازم يبقى عنده خمس دعائم او خمس استراتيجيات حاططهم في دماغه. ان المريض ده عنده سكر وعنده التهاب، ميكروب عمل التهاب، وعنده التهاب في الاعصاب الطرفية، وعنده مشاكل بتحصل في جدار الاوعية الدموية تخلي الاوعية الدموية والشعيرات الدموية ما بتقدرش تدي او تاخد التغذية اللي قلنا عليها دي بسهولة. دول 4 حاجات. خامس حاجة، يعني دول كوم لوحدهم، والكوم التاني الشرايين، الدورة الدموية الشريانية. فدولت كلهم هم اللي بيمثلوا القدم السكري. يعني مثلا لو حد من زمايلنا مثلا في المستشفى كلمني: يا دكتور رضا، انا دخلت حالة قدم سكري، اول سؤال بسأله له: الدورة الدموية اخبارها ايه؟ موجودة محسوسة شغالة، ولا الدورة الدموية في سريان فيها ضعف؟ طبيعي ولا لا؟ بالظبط. ده بيفرق جامد قوي، وده اللي خلى جراحين الأوعية الدموية هم يعني أقدر ناس يتعاملوا مع حالات الجراحة بتاعة القدم السكري. تمام. نسبة نجاحها قد ايه بقى القدم السكري؟ يعني إيه نسبة نجاحها؟ يعني لو اتعملت العملية هل هي بترجع مرة تانية ولا لأ؟ مش وهل لازم فيها نعمل عمليات، تحذير؟ مش لازم نعمل عمليات. يعني لو عندي مريض عنده قدم سكري بشوف في دورة دموية كويسة ولا لأ، دي ليها نفترض ان سكة هي ودي ليها سكة، تمام. ومش لازم يبقى العلاج جراحة. يعني ممكن العلاج يبقى مثلا أدوية، أدوية ممكن يبقى تظبيط السكر، ممكن يبقى تعليمات للمشي والحركة والرياضة. بتبقى ايه؟ عبارة عن ايه التعليمات؟ بتبقى عبارة عن ايه التعليمات؟ في وقاية وفي علاج، تمام والوقاية أهم من العلاج. صحيح. يعني مثلا لو واحد عنده سكر نقول له: ما تمشيش حافي عشان ما يخشش في رجلك شوكة ولا دبوسة ولا إزازة ولا سلاية ولا أي حاجة وأنت مش حاسس برجلك. ما بيبقى يلبس، مدى الإحساس بيبقى ضعيف جدا. ما احنا قلنا في تالت حاجة حاجة اسمها التهاب في الأعصاب الطرفية. فهو في أعصاب حسية وأعصاب حركية وأعصاب لا إرادية. الأعصاب الحسية هو مش حاسس برجله، مش حاسس، يعني ماشي على الأرض مش حاسس إنه ماشي على الأرض، ماشي حاسس إن هو ماشي على كيس قطن، على سفنجة، على إزاز مكسر، على رمل، مش حاسس بالأرض تحته. مفيش الإحساس الطبيعي بأن هو واقف، مفيش اتزان كويس، مش حاسس برجله. يدخل فيها شوكة، يدخل فيها دبوس، يدخل فيها أي حاجة مش حاسس بيها. فأول تعليمات بنقولها: ما تمشيش حافي. تمام. تاني تعليمات بنقولها: ما تلبسش جزمة ضيقة. الجزمة الضيقة بتضغط بتضغط على على الصوابع بمنتهى السهولة. احنا في العيد اشترى جزمة جديدة، لبس الجزمة الجديدة ضيقة على رجله بس هو لسه شاريها. أول يوم، تاني يوم، تالت يوم العيد يجي بمشكلة جامدة قوي في الصوابع بتاعت الرجل عشان الزنقة بتاعت الحذاء الجديد، وهو الدورة الدموية عنده في رجله ضعيفة، مش واصلة بطريقة كفاية. بنقول مثلا: ما حدش يشد ودنه، ما حدش يهرش بطريقة يعني يعور نفسه. لما يجي يقص الضوافر يا ريت مش هو اللي يقصها، هو مش هيبقى مالك ومش هيبقى شايف بطريقة كويس، حد يقص له ضوافر، واللي يقص له ضوافر يقصها عمودي على الضوفر، ما يجرش على على ال الجنب ده او الجنب ده، ما يقصش في اللحم، ما يقصش في لحمية. كل دي حاجات تعور وهو مش حاسس برجله، يدخل فيها الميكروب مضاعفات يعمل زيادة. بهدلة جامدة قوي. يعني مثلا المشي والرياضة، يا ريت المريض بتاع السكر يقدر يمشي ويتحرك ويمشي ويتحرك ويطلع وينزل. دي كلها حاجة تشغل الدورة الدموية، وحاجة كلها تخلي العضلات بتاعت الرجل نشيطة، وتخلي الإحساس النفسي للمريض أفضل. أفضل. تمام.
معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. اكلم دكتور لو سمحتي. مع حضرتك، اتفضل سؤالك. سلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك، اتفضل. ايوه ممكن نعدي الحس بعد اذنك. ايوه يا فندم، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا طبعا مريض سكر وضغط، وعندي عنده 64 سكر 68 سنة. ايوه يا فندم. دلوقتي حضرتك، انا بعاني من رجلي، فتحت قدام من ورا في الساق وفي السمانة من ورا، بقالي من اول السنة وانا بعاني منها. عملت تحليل، كنت سكر صايم 124 وفاطر 222 وتراكمي 9.1. حتى خدت علاج حضرتك بدل بالشام، كنت باخد بالشام اللي هو بتاع السكر، الدكتور غيرهولي بانسولين، باخد 35 وحده صبحيه وباخد 25 الدورية. حضرتك برضه بعاني، بتنزل ميه جامده من رجلي وبقلبي، اي لبس كل ميه لبس وتعبان. رحت عملت تحليل تاني امبارح، التحليل لقيته مفيش تغيير، صايم 141 فاطر 244 وتراكم 9. فانا مش عارف اعمل ايه حضرتك يعني بالنسبه للعلاج. لازم نشوف الدوره الدمويه، نشوف الدوره الدمويه في رجلك اخبارها ايه. كونك تقعد فتره طويله كده الجرح ما خفش والفتحه ما قفلتش والقرحه ما لمتش، ده يساوي ان الدوره الدمويه الشريانيه في رجلك مش واصله بطريقه كفايه. يعني دي عايز الدكتور اوعيه دمويه؟ طبعا طبعا، هنطلب لك حاجه اسمها اشعه دوبلكس على الشرايين. والله رحت دكتور اوعيه دمويه ورحت جراحه، وكنت بيكتبوا لي علاج وباخد علاج مضادات حيويه وراش مضاد حيوي. عملت حاجه اسمها اشعه دوبلكس على الشرايين؟ عملت دوبلكس على الشرايين الاوردة. طلعت فيها ايه؟ انا مش اي حاجه، قال لي كويس. يعني مش راكب كده كده، مش راكب. يعني انت السكر بتاعك الصايم والفاطر معقول، التراكمي اللي هو 9 ده كتير قوي، ده يقول انك انت اخر 3 شهور كنت ملخبط قوي في السكر. يعني انت يوم ما عملت التحليل كان الاول الصايم كويس، يوم ساعة ما بس عملت التحليل كان يعني الصايم كويس بعد والفطر كويس. انا ظبطت شويه في الاكل وظبطت في طيب السكر ده وبتاع، ده اول بس موضوع لسه اللي هو بعد ما هو اول موضوع اللي هو تظبيط السكر. تاني برضه يعني موضوع، جسمي لو في السكر من التهابات هو. اتفضل الو، اتفضل يا فندم. اعتقد الخط اتقطع، اتفضل لا، حضرتك. لو في التهابات لازم هناخد مضاد حيوي عشان الالتهابات ديت. لو في التهاب في الاعصاب الطرفية هنظبط السكر وهناخد ادوية تساعد الاعصاب ديت. الفيصل والمحور كله في كلام حضرتك الدورة الدموية. فاذا كانت الشرايين شغالة ده هيبقى سهل قوي، اذا كانت الشرايين مش شغالة هنتصرف فيها بقى، هنعمل اشعة دوبليكس، اذا احتاجنا بعد كده نعمل اشعة بالصبغة على الشرايين، إذا احتاجنا بعد كده نعمل تصليح للشرايين دي بالقسطرة والبالونة والدعامة، بتخلص الدنيا وتتظبط والجرح يقفل والقرحة تقفل والدنيا تتظبط. ما بيرجعش يرجع تاني بقى نفس المضاعفات يا دكتور؟ سؤال جميل جدا، سؤال جميل قوي قوي. احنا دلوقتي عندنا مشكلة قدم سكري وربنا كرمنا واتحلت وخلصت، تمام. في حاجة تضمن انه ما يرجعش تاني؟ بص، السكر ملوش ختم ضمان. السكر تمام. ملوش ختم ضمان. اللي بيحصل ايه؟ ان العيان في نفس الظروف اللي هو فيها بتفضل. يعني هو دلوقتي عنده مشكله، الدكتور قال له ظبط سكر، ظبط سكر، هناخد مضاد حيوي، خدنا مضاد حيوي، خدنا ادويه مثلا تساعد على ان الشرايين تتفتح والدم يمشي وفي سيوله في الدم، خدنا الكلام ده كله، خلصت على خير، خلاص بتتنسى الموضوع، بيتنسى ويفضل العيان برضه في نفس الظروف اللي هو فيها. اذا كان بيشرب سجاير بيشرب سجاير، اذا كان مش مظبط سكره مش مظبط سكره، اذا كان بيعمل حاجات غلط يفضل يعمل الحاجات الغلط. ايه المانع بقى انها ترجع تاني؟ اذا كان نفس الظروف ما زالت موجوده وهو عايش فيها، ايه المانع انها ترجع مره تانيه؟ اعتقد ان التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في جزئيه التشخيص. التشخيص بقى يعني بقى سهل جدا، بقى ميسور قوي، بقى واضح المعالم. جميل. طيب بعد ما شخصنا هنعمل ايه؟ هو دي المعضلة بقى.
هو دي يعني بنفصل لكل عيان حسب حالته. حسب حالته. يعني اللي ينطبق على علي ما ينطبقش على أحمد، ما ينطبقش على حسين. مش لازم اللي قريبك عمل كذا كذا يبقى واحد تاني يعمله. احنا بنفصل كل حاجة على حسب ظروف كل عيان. تمام. تمام. هل نقول فيه هنا عامل السن؟ يعني كل ما كان السن أكبر كل ما كانت المضاعفات واحتمالية الشفاء أقل؟ هي مش كده. هي مثلا لو واحد كبير في السن بتبص لها مثلا ما عندوش سنان، ما بياكلش كويس، المناعة بتاع الجسم ضعيفة، ادي مثلا حتة. الكبير في السن ده اكثر عرضة ان الشرايين بتاعته يبقى فيها تصلب شرايين وضيق في الشرايين وضعف في الدورة الدموية الشريانية اكثر. لكن بنشوف ناس سنهم صغير او سنهم متوسط وعندهم مشاكل جامدة قوي قوي قوي. يعني هي مش كونه ان هو كبير في السن يبقى ده بالضرورة اوحش، لا، هي حسب الحالة. مظبط سكره ولا لا، بياكل ويتغذى ولا لا، بيمشي ويعمل رياضة ولا لا.